أخبار الاقتصاد نتابعها مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكم ريهام ونهى، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن إصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% ويصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% ويصرف شهرياً. وتصدر شهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها للأشخاص الطبيعيين من البالغين والقصر، مصريين وأجانب. هذا ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة. كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستيرادية المقررة. كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين. وقال المصدر إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022. تشهد العاصمة الإدارية الجديدة انعقاد معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار خلال الشهر القادم، ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور دولي كبير. وسيشهد المعرض هذا العام 100 الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، ومن المقرر تنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية وعقد محاضرات لكبار الخبراء في مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجي والملكية الفكرية. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط أحجام تداول مرتفعة. وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.13 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة. أكدت شركة الطاقة الروسية غازبروم بأنها تجاوزت المستوى اليومي المتعاقد عليه من إمدادات الغاز إلى الصين يومي 1 و3 من شهر يناير الجاري، مسجلة رقما قياسيا جديدا. وأشارت الشركة إلى أن عام 2023 سيشهد مستويات تاريخية جديدة لصادرات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب غاز باور أوف سيبيريا. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى ريهام ونهى. شكرا ميرنا.